بالعراق الفن الجداري ماخذ مساحته الحرة بوجود ناس موهوبين، واحد من عندهم هو محمد العوسي الذي يمتلك هذا في رصيده الفني مئات من اللوحات الجدارية تخطط يمكن حاجز 600 لوحة، طبعا رقم ضخم لكن هو حقيقي بالنسبة لموهبته. سوى موجود ويانا بالاستوديو، خلينا نسولف فيها أكثر. أهلا وسهلا محمد. مرحبا. مساء الخير. مرحبا. أهلا وسهلا يا مرحبا بك. 600 لوحة، شو وقت لحقت ترسمها؟ شو وقت بديت؟ يا عمر يعني لا جديات لرا 600 لوحة، يعني إذا نقسمها على أيام السنة تقريبا انحصرت ما بين 2018 أو آخر 2018 إلى جهد 2023 أو 24. يعني تقريبا أنت بالسنة كم عمل؟ ما شاء الله، مو هي كل في كل جداري أو عفوا في كل موقع يتم زرع أكثر من 5 إلى 10 جداريات. زين، هذه واحدة من الجداريات اللي هسه ظاهرة عندنا. تتعاونون بها أنتم كشباب؟ يعني مثلا أكو شباب وياك يعاونوك بالتلوين، ولا هي الموضوع المشروع؟ مبدئيا كان الجهود كلها فردية، بس من ثم وبعدين تعبت، شفت الموضوع مهلك جدا اضطريت إلى أنه أسس شركة بسيطة على الميديا. حلو. فصار عندها مجموعة جروب، سوينا استمارة باستبيان مجموعة شباب صاروا، فصارت جروب كبير جدا. أيه. ومن ثم قمنا نطرح على الجدران مجموعة من الأعمال، كل شخص إلى لونه وإلى أسلوبه بالرسم وإلى لونه الخاص به، فكرة وعية ثقافته يطرحها بالعمل الجداري. حلو. خلينا نتكلم عن يمكن أنت أكيد مو دايركت رحت على الفن الجداري. يقينا. كان أكو كثير من التجارب السابقة. نعم. نتكلم أصلا شلون أنه أنت من الفن يمكن الشامل إلى التخصص بالفن الجداري؟ ومبدئين أثناء وجودي بداخل المعهد كنت منتج جدا، مخطط نهم جدا، فكل تخطيطاتي وكل أعمالي هي تعلق في داخل الغرفة. بعدين شفت نفسي أنه أنا ليش ذا، يعني الموضوع مقتصر على فقط محمد وأسرته فقط هم اللي يشاهدون العمل الفني مالته اللي هو بداخل الغرفة. لا، شفت هنا أنا تعطشت أكثر، أريد كل الناس يشوف، أريد كل طبقات المجتمع تشوف العمل هذا. فشفت أنسب خامة وأنسب فن نقدر من خلاله نوظف الأعمال هو الفن الشارع، أو ما يسمى بالفن الجرافيتي، أو ما يسمى بالفن الجداري. فشفته هو واحدة عبارة عن رسالة، وكل طبقات المجتمع الشاهدة وكل الناس تشوف هالفن هذا. طبعا محمد، هذا الرسم هسه يعني بآخر سنوات صار منتشر، مو بس يعني بالشوارع، صار منتشر بالمرافق العامة، المطاعم. نعم. والكافيهات، صارت أكو يصير هو جزء من الديكور أو جزء. نعم. من ثيمة المكان، هم إضافة فنية مهمة. أكيد. تميز للمكان. يقين. وبنفس الوقت هو يعني فرصة للفنانين أنه يثبتون فنهم. أنت شاركت بهيك أعمال، خلينا نقول يعني خلينا نقول مشاريع تجارية؟ هو طبعا بسرعة عمه أصبح تجارة مع الأسف، بس أحب أطرح في الدرسة. لا ترى هي بس لحظة، هي كلمة تجاري مو كلمة يعني سلبية على الفن، بالعكس. لا فعلا بالضبط، بس أكو ناس هواي يقول لك ليش إنه الفن هذا الفن العظيم واللي صار له آلاف غير لازم بمردود مالي، تحول من حرفة إلى تجارة أو إلى مهنة. لا يقينا يعني موجودة هذه الرسوم، أشوفها بالجيم أكثر من جيم، أنا شايفة برسومات كافيهات كثيرة مطاعم. بالضبط، هو هذا يعني صاحب التجارة. بس شنو اللي صار هو إنه كل إنسان بادر بالرسم، أو سواء فنان أو عازف أو خطاط أو إعلامي أو محامي أو كل مجالات الحياة بصورة عامة، كل شخص بينا حرق سنين من عمره من أجل أن يوصل إلى اليوم هذا، لأجل أنه ينطلب به يعطي قيمة وينطلب بأعماله. بالضبط، على هالنهج هذا. فإحنا كذلك، إحنا الرسامين أو غير الرسام، حرقنا سنين من عمرنا من أجل أن نوصل اليوم اللي خلينا قيمة لعملنا صار بمقابل.